السلام عليكم، معاكم الأنز وحان وقت إجراء بعض التغييرات. أجهزة الفيبنج اتطورت بشكل سريع جدا من 2007 ل 2018. التطور كان غريب، تغييرات سريعة جدا في كل حاجة، كانت بتحصل أبديتس وشكل الجهاز نفسه وطريقة التعامل معاه اختلفت جدا واتطورت بسرعة جدا وتلافت الكثير من العيوب اللي كانت بتحصل زمان، وأصبح الموضوع في طور أكثر تنافسيا بين الشركات وبعض، وده حقيقي كان لصالحنا إحنا كمستخدمين جدا. من 2018 بقى لحد دلوقتي أو لحظة تصوير هذا الفيديو، سرعة التطور قلت جدا، يعني تحس إن إحنا وصلنا للبيك أو لأعلى مرحلة موجودة دلوقتي وهدينا بقى. هدينا في التطور، ولكن سرعة الإنتاج يمكن تكون بقت أعلى. أصبح الأوبشنز في الحتة اللي احنا فيها دي كتير جدا، وده ترتب عليه وجود متشابهات كتير جدا من نفس الفصائل من ماركات مختلفة. واحنا كمستخدمين أصبح عندنا وعي أفضل في خلال الفترة اللي فاتت عشان نعرف أنهي جهاز مناسب لينا أكتر أو غير مناسب، أو إيه المميزات اللي أنا بدور عليها أو اللي أنا مش عايزها. خلاصة يعني أصبحت الأجهزة لم تعد جديدة تماما في أفكارها، ولكن بقينا محتاجين نعرف على الأقل عن كل جهاز حاجتين: فكرة عامة عنه وأداؤه في النقط اللي هو بيعملها. بس كده؟ بس كده حقيقي مش محتاجين نعرف حاجة تاني. هو ده الفرق ما بين الطريقة السابقة اللي كان فري ستايل كل فيديو ليه شكل مختلف ومفيش قاعدة معينة يعني، والطريقة الجديدة اللي هي هتصبح ليها قواعد. هنثبت بعض القواعد العامة للفيديو عشان يبقى التقييم كله شبه بعضه ويبان الفرق ما بين جهاز والاخر. ده الفرق ما بين الطريقتين، بس هنطبقه ازاي؟ هناخد فكرة عامة عن كل جهاز بشكل احصائي جدا، وهقول ملاحظاتي عليه اثناء الاستخدام، ثم هنستخدم اداة قياس جديدة تماما اسمها اوزوميتر او مؤشر الاوزو. ايه يا سيدي بقى قصه المؤشر ده؟ باختصار هيبقى مؤشر لرأي بمنتهى البساطه، يعني اديك مثال بدل ما اوصف لك الفليفر بتفاصيل ونتكلم بلغه ممكن يكون مش كل الناس تعرف تستوعبها، انا هديله درجه من 100. الفليفر هياخد درجه من 100. الفروت هيت بقى قويه واضحه مش واضحه؟ لا، هديها درجه من 100، وهكذا. بس ازاي نقرا هذه المؤشرات؟ 50% على اي مؤشر في اي عنصر من العناصر اللي هيتم تقييمها في الجهاز، ده معناه ان الجهاز بيعمل هذا العنصر بشكل عادل او فير، بيعمله مظبوط. ده كده 50 من 100، يعني 50 دي مش درجة وحشة، لا، معناها ان هو بيؤدي الحتة دي في ثروت هيت. لو خد 50 فهو بيعمل ثروت هيت. طب لو خد 60 يبقى ثروت هيت توصل اقوى. طب 70، كل ما الرقم يزيد عن 50 معناه ان هو بيتميز في الحته دي. درجه تميزه كام؟ هي من 50 لحد ال 100، تمام. طب نزل عن 50 معناه انه عنده مشكله في الحته دي حسب درجه نزوله. 40 يبقى عنده مشكله صغيره، 10 يبقى هو تقريبا ما عندوش. اذا هي دي فكره التقييم في اي جزئيه من الجزئيات اللي هتقيم في اي جهاز. الكثير من العناصر اللي هيتم بيها التقييم، وفي حاجات هتبقى متغيره من جهاز لاخر اذا كان الجهاز فيه العنصر اللي هنقيمه فيه ده ولا مش موجود. اولا هتخلي التقييم كله على ميزان واحد، يعني كل الاجهزه تقيم على نفس الميزان، مفيش حاجه مختلفه، فبالتالي يخلي الفروق ما بينهم واضحه حتى بالنسبه لي انا شخصيا. يعني لما ادي ريتنج في حته فليفر ده عن ده، يبقى انا عارف ان ده متميز عن ده كذا، والموضوع ده بالنسبه لي هيبقى مترجم بشكل ارقام واضحه. طب الرقم ده يعني هياخده بناء على ايه بالنسبه لي؟ جاي استنادا على تجاربي السابقه مع ما سبق من الاجهزه. هدي له ريتنج في مكانه بالنسبه لي مثلا في الفليفر ما بين الاجهزه الاخرى، هو ده الرقم اللي هياخده، والكثير من العناصر الاخرى اللي تبقى خاصه بكل جهاز اللي هيتم تقييمها بنفس الطريقه. جميع المقاييس والعوامل والعناصر اللي هنذكرها هتبقى منطقيه جدا، بتنم على ان لما بتكبر رقم بتتحسن العامل اللي مكتوب، ما عدا حاجتين بالظبط عشان ما تفهمهمش غلط محتاجين توضيح. جزئيه خاصه بالسبيد باك، هحط مؤشر للسبيد باك في كل الاجهزه، وهحط مؤشر للتسريب، بس في الحاله دي مش معناه ان هو بيسرب، في الحاله دي عدم التسريب هيبقى كام من 100 وعدم السبيد باك هيبقى كام في المية. فاذا لو الجهاز خد رقم في عدم السبيد باك عالي معناه ان هو مش هيسبيد باك، خد رقم قليل معناه ان هو بيسبيد باك بكثره. بيسبيد باك معناه ان بيطلع رذاذ من الليكويد بسيط اثناء الاستخدام سخن، وده حاجه مش لطيف، لكن بتحصل في اغلب الاجهزه بنسب معينه. فبالتالي مؤشر بتاع السبيد باك وبتاع التسريب معناه عدم التسريب ومعناه عدم سبيد باك، وده للتوضيح فقط. دي طريقه قياس المؤشر بتاع كل عنصر، وفي الاخر هنعمل ريتنج من المجموع قسمه على عدد العناصر اللي تم تجربتها، فهنطلع بكونكلوجن نهائي الجهاز ده خد كام من كام، وهحولها لكم لغه النجوم بتاعه الريتنج ستارز، خد كام نجمه من 5. اوتوماتيك الفيديوهات لو كلها بتتم بنفس الطريقه هيبقى عندك وسيله سهله للمقارنه ما بين جهازين وبعض، لما تشوف ده عامل كام في الفليفر وده عامل كام في الفليفر، ده عامل ايه في ثروت هيت وده عامل ايه في ثروت هيت، ده عامل ايه في خامات والجوده وده عامل ايه في الخامات والجوده. هنا بتقدر تحدد الانسب لك ايه بناء على رغباتك. انا عايز ثروت هيت عاليه وعايز فليفر مش فارق معايا قوي، او العكس انا عايز من ده اكتر وعايز من ده اقل. هنا انت خدت قرار اسرع، حكمك للتغيير الجهاز اللي في ايدك او ان انت حان وقت التغيير او لا بقى اوضح. كل الكلام ده حصل ان شاء الله باذن الله، ربنا يقدرنا ونعمله في وقت اقل بفائده اكبر. وطبعا باب الاقتراحات مفتوح من الساده الافاضل في اي وقت لتزويد اي شيء في الفيديو شايفينه ناقص او شيء محتاج يتشال او محتاج
محتاج يتزود مع الوقت، تعليقاتكم هي فعلا وقود هذه القناة. فأرجو ان الطريقة الجديدة دي تنال اعجابكم وتؤتي ثمارها ان شاء الله. حاجة كمان عايزين نتفق عليها مع بعض، المعلومة هقولها في الفيديو مرة واحدة بس، يعني لو قلت ان الفليفر ده حلو فهتسمعها مرة واحدة بس مش مرتين او ثلاثة. التانك ده كمل لي مرة واحدة بس مش مرتين او ثلاثة، لان الهدف ايضا من ان احنا نركز المعلومات اللي هنقولها ونوصلها بشكل اكثر افادة ان انا اقولها في وقت اقل، عشان خاطر نوصل اكبر كمية معلومات فاقل وقت متاح. واعتقد دي مش هتسبب مشكلة لاي حد، لان انتوا يعني بسم الله ما شاء الله يعني الاكثر تركيزا من اي حاجة في الدنيا، فبالتالي مفيش حاجة هتفوتكم. ولكن دي معلومة بس بقولها يعني لنوع بسيط جدا قليل جدا من الناس اللي هي ممكن ايه اقول معلومة التانك كمل لي مرتين ثلاثة في الفيديو ويسألني في الكومنت هو التانك كمل لي. والنوع ده يا سادة من الفيديوهات هياخد كلمة تقييم، ده تقييم هذا الجهاز. كلمة تقييم دي ممكن ما تبقاش في عنوان الفيديو بس هتشوفها دايما في ديسكريبشن او في وصف الفيديو. هل هو ده بس النوع الوحيد من الفيديوهات اللي هيبقى في القناة؟ لا، الحقيقة في نوعين كمان. النوع التاني هو الفيديوهات المرحرحة، حاجة كده زي بتاعة زمان، ولكن النوع ده انا هحاول اختصره جدا على انه يبقى موجود فقط في الحاجات الجديدة او الحاجات اللي محتاجة شرح مفصل لان فيها شيء مختلف عن العادي. فالنوع ده هيبقى محتاج شيء من الرحرحة في الوقت، فبالتالي هنعمل له شيء من الرحرحة في الفيديو. والنوع ده من الفيديوهات هياخد كلمة بالتفصيل، يعني الاولاني كان تقييم والتاني بالتفصيل، برضو الاثنين هتلاقيهم مكتوبين في ديسكريبشن او في وصف الفيديو، وهيبان على التاني من الوقت بتاعه اوتوماتيك. هتاخد بالك انت يعني ان الموضوع هيكبر شويتين. النوع التالت بقى هو نوع مستحدث على القناة الحقيقة، هيبقى نوع من انواع الاستعراض، مجموعة منتجات لجهة واحدة. ده هيبقى اكتر ملائمة لشركات الليكويد والاجهزة الديسبوزيبل والحاجات اللي فيها تنوع في الاطعمة والنكهات المقدمة وليفلز النيكوتين اللي موجودة والاختيارات. وده هيبقى موجود لسببين، اولا عشان يشيل اللبس عن انواع كتير نعرف الاصلي مضروب في حاجات كتير جدا، وده لان في ناس كتير كانت بتطلب في التعليقات ترشيح لانواع ليكويدز جديدة وحاجات مختلفة، او بيسألوني على انواع اوريدي موجودة او الفرق ما بين اصلي وتقليد او نوع ونوع تاني او حاجة شبه بعض في الاسم بس مش عارفين الفرق. فالفيديوهات دي هتبقى موجودة فقط عشان خاطر يعني تبقى توضح تفاصيل المنتج كاملة او خط انتاج معين على بعضه صادر من جهة واحدة او من شركة واحدة. والنوع ده من الفيديوهات عشان نبقى متفقين هحاول بقدر الامكان اقلل مساحة رأيي في هذا الفيديو على قد ما اقدر. ليه بقى؟ ان انا عندي قناعة ان احنا ممكن نقترب من رأي بعض والتفاصيل اللي هنشوفها في الاجهزة سهولة جدا، ممكن يبقى رأينا كلنا شبه بعض حتى لو فرقت هيبقى الفروق بسيطة جدا. ولكن في الليكويدز الفرق ممكن يبقى شاسع ما بيننا وبين بعض. يعني الليكويد اللي انا ممكن اشوفه بالنسبة لي لو موجود 10 فليفرز وانا شايف ان اخر واحد فيهم ممكن اجربه هو اكس، قد يكون بالنسبة لك اكس ده هو ضالتك اللي انت بتدور عليها. يعني عادي جدا انك تسمع ان الترند في الصين دلوقتي ليكويد بسلة، انا اول ما سمعت الكلمة بطني قلبت الحقيقة، لكن لك ان تتخيل. فالحقيقة احنا كبشر عموما اصلا مختلفين، كل ما هو ليه علاقة بالذوق احنا مختلفين تماما عن بعض. ففي الحتة دي هنكتفي بايه؟ هنوصف الاطعمة من وصف المنتج اللي عاملها، هو وصف الطعم ده ازاي، ورأيي هيبقى في الحد الادنى منه، وهكتفي بترتيبهم من الاقل للافضل بالنسبة لي، كل واحد فينا اقرب لمعرفة هو ميال لايه. فانا هحط الوصف قدامك، كل الاختيارات هتبقى موجودة، وسيدي المشاهد انت لك مطلق الحرية في تحديد ما يناسبك. وده هياخد استعراض في الديسكريبشن. اذا احنا عندنا تقييم وبالتفصيل واستعراض، التلاتة دول هما تلات انواع الفيديوهات اللي ممكن نشوفها اللي ليها علاقة بالكونتنت اللي احنا بنقدمه على هذا القناة الخاص بالفيبينج. وخلينا متفقين ان التعليقات هي المكان الانسب لاكتمال التقييم. يعني انا لو قلت رايي في الفيديو وحضراتكم قلتوا رايكم في التعليقات في المنتجات اللي جربتوها اللي موجوده في الفيديو، هنا التقييم هكتمل. كلنا بشر، كلنا قابلين للخطا والصواب. لو انا في ملاحظه ما خدتش بالي منها وحضرتك خدت بالك منها قولها لنا في الكومنت ارجوك. اذا الاخرين شايفين الملاحظه دي جديره بالذكر اعملوا لايك يا جماعه، كله يعمل التعليق اللي شايفه مناسب او صح او اضافه فعلا انا ما قلتهاش خليه يطلعه فوق. وانا شخصيا بستفيد من تعليقاتكم دائما، قلت لكم الكلام ده 100 مره، ما بتعاملش مع الموضوع على ان انا قاعد لوحدي في القناه دي، احنا قاعدين مع بعض. فلازم نبقى متفقين ان التعليقات هي جزء مهم جدا من اكتمال التقييم، لان هي وجهه نظر مجموعه اشخاص. وعايز اديكم مثال وعايز اشكركم على هذا المثال في نفس الوقت، الفيديو بتاع حرب الفيب. اي الفيديو ده بدونكم وبدون تعليقاتكم السخيه الجميله ما كانش هيبقى ذو قيمه، لان كل ما قيل في الفيديو بالاسانيد وبالتفاصيل اللي فيه كلها هي وجهه نظري، لكن لما بقى في دعم من تعليقاتكم كل واحد حكى تجربته الشخصيه بايضاح شديد جدا اصبح هنا الموضوع موضوعنا، ارى مئات التجارب مع بعض، هنا اكتمل الحدوته، الهدف من الفيديو وصل، اصبح من المستحيل حد يغلط كل هذه التجارب. الفيديو ده فعلا غالي على قلبي جدا في هذه القناه، الكثير والكثير والكثير من تجارب من ناس اصلا ممكن تكون ما بتعلقش على اي فيديو اخر عندي في القناه وعند غيري، بس حقيقي المشاركه هنا كانت افكتيف وليها طعم. عايز اشكركم جزيل الشكر على كل تعليقاتكم في جميع الفيديوهات ومشاركاتكم جميعا، سواء تعليقات ايجابيه او سلبيه. للعلم انا ما بشيلش ولا تعليق غير لما يكون في اساءه لحد، يعني حد شتم حد مالكش مكان هنا. غير كده
ايا كان رايك ايجابي او سلبي قوله، عجبك شيء معين ما عجبكش شيء معين ارجوك وضحه، انا حتى لو فاتتني حاجه انت كملها، وانت شفت حاجه عكس اللي انا قلتها ارجوك قولها، الصوره بتكتمل. اشوف فيديو واقرا تعليقات، شفت الصوره بشكل اوضح بكتير من مجرد ان اشوف الفيديو بس. خلينا متفقين ان التعليقات دورها جوهري في اكتمال تقييم او توصيل اي منتج. كان ده منطبق على 3 فيديوهات بالمناسبه، التقييم واللي بالتفصيل والاستعراض كمان. لو جربت احد المنتجات المستعرضه وقلت رايك فيها عجبك، 10 شافوا ان المانجا احلى حاجه في النوع ده، انا بالنسبه لي تستحق التجربه، لان في كذا واحد مرشحها. لو في 10 قالوا ان التباكو سيء جدا، اكيد هحطه اخر حاجه في اعتباراتي. مجموعه ناس اتفقت على شيء معين، فانا بالنسبه لي احدد جزء من اولوياتي في الاختيار بناء على مجموعه اراء. وعايز اطلب منكم طلب كمان، كنت عملت فيديو من فتره اسمه قنوات اليوتيوب وثقافه الاختلاف، كنا ناقشنا فيه مجموعه افكار، وكان مضاف في هذا الفيديو مجموعه قنوات الفيب اللي بتتحدث بالعربيه في الفتره اللي طلع فيها هذا الفيديو كلها. مع الفتره في الزمن حصل اختلافات، قنوات جديده جت، قنوات قديمه مشيت، كل الكلام ده ممكن يحصل فيه اختلاف. فانا هحاول جاهدا، عشان بس برضو انا قد اصيب واخطئ، احط كل لينكات القنوات الخاصه بالفيبنج اللي بتتحدث عن الفيبنج باللغه العربيه تحت في وصف هذا الفيديو ايضا، بالاضافه للي ما كانوش موجودين هناك. يعني عايز احط هنا الاحدث، خد لفه في هذه القنوات واشترك في القناه اللي انت شايفها مناسبه بالنسبه لك. طلب الشخصي بقى، عايز اطلب منكم دعم مباشر لكل مقدمين هذه الفيديوهات، سواء بالمشاهده او بالاشتراك او بالتعليق على الفيديوهات، ايا كان التعليق. يا عمي لو مش لاقي حاجه عايز تقولها له مناسبه قول له مساء الخير، دي منك شيك جدا. ليه بقى يا صديقي؟ اكيد الساده اصحاب القنوات اللي بيتفرجوا على هذا الفيديو دلوقتي لاحظوا المضايقات اللي بيعملها اليوتيوب فعلا لقنوات الفيبنج، وده واضح ان جزء من خطه شامله بشكل او باخر. هتحصل امتى الله اعلم تفاصيلها عامله ازاي، بس هو واضح ان ده شيء منظم ومقصود. عشان كده انا بطلب منكم دعم الجميع. اليوتيوب بيقلل السجستشنز، الفيديوز ما بتروحش للناس المهتمين زي ما كان زمان، تحديدا توبيك الفيب. يعني هو ايه غضبان على التوبيك ده تحديدا، مش عارف ليه، مع ان هو ده الحل الامثل للتوقف عن التدخين في العالم كله، بس زي ما قلنا في اجندات قد لا تتفق مع ده. في الاخر مطلوب منك شيء من الدعم لجميع مقدمين هذه الخدمه. اذا كنت انت احد الافراد اللي الشيء ده فعلا فرق معاهم، غير من حياتك زي ما غير من حياتي، وزي ما غير من الكثير من المستخدمين اللي كانوا مدخنين توقفوا باستخدام هذا الاختراع، فارجوك قليل من الدعم مش هيضرك في شيء، ولكن هو مفيد جدا للصناعه ومفيد جدا لهذا الاختراع ومفيد جدا لاستمراره. اسمع الجميع، اكيد لو شفت فيديوهين هتاخد معلومه غير اللي هتاخدها من فيديو واحد، فاسمع الكل وقرر انت ايه اللي يناسبك او ايه اللي انت عايزه اكتر، لان ده في الاخر قرارك انت مش قرار اي فيديو من الفيديوهات. كل الناس بتقول وجهه نظرها في الفيديوهات، ولكن في الاخر الشخص اللي بيتفرج هو من يملك عقلا يفكر بيه وبياخد بيه قرار هو هيعمل ايه. ممكن يكون بيتفرج عشان عايز يتبسط، ممكن بيتفرج عشان ياخد معلومه، ممكن بيتفرج عشان مهتم بالجهاز، ممكن بيتفرج عشان يشوف هو هيناسبه ولا لا. اتفرج واعمل اللي انت عايزه دائما. والفيديوهات صديقي هي ليست الا قنوات اصحابها عملوها كانها بيوتهم الصغيره بيقولوا فيها ارائهم. فانت لما حاجه تكون موجود في هذه القناه، انت جايب محض ارادتك بيت هذا الشخص اللي انت رايح تتفرج عنده، دوست بلاي بمحض ارادتك وشفت الفيديو بمحض ارادتك. فنحترم ان احنا في بيوت بعض الصغيره. وارجوك لو انا سبت قناه او نسيت حاجه معينه فكروني حطوها لي في التعليقات، نرفعها ان شاء الله في الديسكريبشن فورا، لان الجميع بيبذل مجهود والجميع يستحق التقدير. حتى لو اختلفت في الراي مع شخص معين، ده مش معناه ان انا مختلف معاه، عادي جدا ان اتفرج عليه واسمعه حتى لو ما خدتش برايه، بس على الاقل عندي فكره. فمش معناه ان انا اخد موقف من شخص عشان خاطر انا مش عاجبني رايه، ودي في المطلق ملهاش علاقه بقنوات الفيبنج، ده في الحياه. ثلاث اسئله سريعه بتسالها كتير جدا في التعليقات في كل حته، فعايز اجاوبهم. السؤال الاول، ليه انز ما بتقولش اسعار في القناه؟ اسمح لي اجاوبك صديقي على هذا السؤال. اولا لان القناه مش خاصه بدوله واحده، ولله الحمد والمنه بتتشاف من العديد من الدول على مستوى العالم، فبالتالي تحديد عمله واحده لتقييم المنتج ده انا شايفه شيء غير عادل. بالاضافه لسبب اهم، ان الاسعار متغيره وتنافسيه بشده. حتى لو افترضنا ان في ناس عايزه السعر الرسمي مثلا، حتى السعر الرسمي يا ساده متغير. يعني لو النهارده لو انا شفت فيديو لجهاز معين من سنتين وحسيت ان الجهاز ده مناسب ليا، حتى لو هو من سنتين، لو الجهاز ده كان ب 30 دولار مثلا في اللحظه اللي نزل فيها، قد يكون بعد 3 سنين بقى موجود ب 10 دولار، وقد يكون هذا الرجل امكانياته هي ال 10 دولار مش ال 30 دولار، فلما سمع 30 صرف نظر عن الموضوع لان سعره اغلى من امكانياته. فبالتالي باختصار شديد جدا وضع السعر غير منطقي، لانه اول معلومه تاريخها هينتهي في الفيديو، فاذا هي غير منطقيه مباشره. يعني بقولها لكم انا بحاول بقدر الامكان انتقي كل كلمه بقولها في الفيديو عشان تعيش اطول فتره ممكنه، وده هتلاحظوه من اول فيديو في القناه. يعني ده كان احد المبادئ اللي انا استخدمها هنا في هذه القناه وشغال بيها. هذه القناه مشاهدينها ليسوا قصر، طالما عرفت توصل
لهذا الفيديو يبقى باختصار شديد اسهل طريقه في العالم تعرف بيها السعر الرسمي اكتب اسم الويب سايت بتاع الشركه نفسها المنتجه خش على الويب سايت غالبا بيبقى فيه شوبس في اغلب الويب سايت شوف السعر الرسمي بتاعه ايه انت كده عرفت مباشره السعر الرسمي من غير ما انا اقول لك اي حاجه ده سيرش على اسم الشركه في جوجل لو انت مش عارفه يعني خش الويب سايت شوف الموضوع ابسط من البساطه وهنا هيبقى فيه سبب اخر مش منطقي عدم ذكر السعر تاني ان هو السعر متغير جدا انت في بلاد ممكن تلاقي فيها الحاجه بتتباع اقل من السعر الرسمي المعلن على الويب سايت في بلاد ممكن تلاقيها بتتباع بالسعر الرسمي في بلاد ممكن تلاقيها بتتباع بضعف او اضعاف السعر الرسمي انت اكتر واحد عارف انت عايش فين وانت اكتر واحد عارف موضوع الفيبنج عامل ازاي في بلدك مسموح مش مسموح الاسعار التنافسيه العرض اكتر من الطلب او العكس وبناء عليه تقدر تحدد السؤال التاني ليه مفيش لينكات باختصار شديد لانه شبه مستحيل لو خدت بالكم في الفيديوهات القديمه انا كنت بحط لينكات وكنت بحاول اجمع هذا الجهاز متوفر فين في اي ويب سايت في اي دوله بحط مثلا لينك لكل دوله موجود لكن ايه اللي حصل مع الوقت اكتشفت الاتي ان هذا الستور اللي حطيت اللينك بتاعه في المكان الفلاني كان عنده اول اسبوع بعد كده ما عندوش فضل اللينك بتاعه في الفيديو طول الوقت وهو ما عندوش بتلاقي الناس بتخش تلاقي منتج اوت اوف ستوك في حين ان في حد تاني عنده فترتب على ده ان انت عايز مراجعه دوريه ومتابعه دوريه لحاله اللينكات دي مين شغال ومين مش شغال بالاضافه انا ممكن احط لينك ويكون في سعر احسن منه طب انا ليه احط لك اللينك ده طالما انت ممكن توصل للسعر الاحسن منه اذا وجود لينكات اصبح شبه مستحيل سيبك اصلا من بوليسي اليوتيوب والكلام اللي بيتقال لا اليه تنفيذ وجود اللينكات الخاصه بكل فيديو شبه مستحيل لان عايزه متابعه دوريه والا وخلاص بقى يبقى انت كده ما نعملش فيديوهات ونتابع اللينكات نعمل فيديوهات ونتابع اللينكات لا بنقص لينكات نعمل فيديوهات والناس تقدر توصل للينكات بمنتهى البساطه الجزئيه الثالثه بقى هي اشاعه الحقيقه ناس بتقول يعني في ناس بتكتب كده ينزل ريفيو بيغلي سعر المنتج الريفيو ماله بسعر المنتج ده يا جماعه الجمله يعني عايزه بس لو فكرت فيها ثانيه واحده تلاقيها مش منطقيه تماما ايه علاقه الريفيو بسعر المنتج لو سعر المنتج غلي في توقيت الريفيو فده لان في شخص ما او جهه ما قررت ان هي تكسب زياده على حس حاجه هي ما عملتهاش وده شكل واضح وجلي من اشكال الاستغلال مباشره كده شاف ان في طلب زياده على الجهاز ده في اللحظه دي فقرر يغلي سعره اذا هو استغل الموقف فقط لا غير وده مش معناه ان الفيديو تسبب في ذلك فيا سيدي المستخدم ما تدلوش فرصه يعمل كده لان هو مش هيبطل يعمل كده اللي بيفكر بهذه الطريقه عمره ما يعني فجاه هيبقى راجل بيفكر بشكل تنافسي وعايز يعمل سعر احسن ويبيع اكتر زي ما اي بيزنس ناجح بيحصل فيه نهائي هو طول الوقت بيفكر ازاي يستغل ده يمكن بالعكس يمكن تلاقي بعض الستورز بتجيب الحاجات بعد الفيديو بايام عشان خاطر تحط ليه سعر مبالغ فيه يعني هو ما كانش عنده البرودكت جابه عشان يستغل اللي عايزينه فببساطه شديده جدا سيدي المشاهد والمستخدم ما تسمحش لحد يعمل كده اقول لك ازاي اقول لك على طريقه بسيطه جدا تحدد بيها سعر المنتج الجديد اللي هينزل تعال نعمل حسبه بسيطه كده منطقيه انت شفت فيديو لجهاز معين عجبك ماشي ايا كان بقى عندي او عند غيري شيك على السعر الرسمي زي ما قلنا من شويه خش على الويب سايت شوف السعر الرسمي بتاعه كام انت كده اول معلومه عرفتها تاني معلومه عايز تقرر بقى تسعيره عندك في بلدك سواء كان بلدك بتبيع اغلى لظروف استيراد او اقل او عامله ازاي عشان تعرف وضعه في بلدك عامل ازاي اعمل قياس بسيط جدا شوف جهاز سعره مستقر عندك والناس كلها جايباه وفي تنافس عليه فبالتالي وصل لسعره لمرحله الاستقرار يعني ده اصبح سعر الجهاز اللي المفروض يتباع بيه بشكل بيفضل يتباع بيه على طول او فتره طويله من الزمن شوف ده كان سعره كام الرسمي بالدولار قيس على هذا الفرق اللي حصل يعني ده مثلا كان سعره ب 30 بقى بيتباع عندك ب 60 خلاص انت كده عرفت ان انت الحاجه دايما بتجي لك السعر الطبيعي بتاعها ان هي تبقى اغلى 100% من سعرها الرسمي مثلا او اغلى 20% او 30% حسب مكانك فاذا كان ده ب 30 وبيتباع ب 60 لما تلاقيه ب 60 يبقى ده سعره منطقي تشتريه ب 60 لو لقيته ب 100 ما تشتروش عارف ليه ما تشتروش حتى لو عجبك وحتى لو عايزه لان انت بتساعد هذا النوع من التجار على التكاثر وعلى الزياده وعلى استغلالك اكتر لما تشتري المنتج باضعاف سعره فقط بحجه ان هو جديد ان ليه فيديو مثلا او الناس عايزاه ده برده مش مبرر كل دي مش مبررات تخلي سعر المنتج يزيد كلنا عايزين نشوف الاسواق بتاعتنا افضل وكلنا عايزين نشوف التنافس فيها احسن لان ده لمصلحتنا احنا كمستخدمين في توفر المنتجات واسعارها فساده نساعد بعض على ده شفت منتج بيباع غالي جدا في حته ارفضه منتهى ببساطه ما تشتريش هو التاجر جايب البضاعه عشان يبيعها ولا يتفرج عليها عشان يبيعها لما كلنا نعمل كده هو هيتفرج عليها فمش هيعمل كده تاني عشان ما يجيبش حاجه تاني ويتفرج عليها باختصار شديد نساعد بعض نوصل لسعر منطقي وتنافسي عشان خاطر احنا كلنا عايزين هذا الاختراع يكون هو البديل للتدخين لكن حتى التدخين نفسه يختفي احنا محتاجين ثقافة هذا الشيء واستخدامه توصل صح لاغلب الناس اللي بتدخن لانقاذ ما يمكن انقاذه ابتداء باذن الله من الفيديو القادم هنبتدي يعني نطبق الطريقه الجديده في ايا كان المنتج اللي جاي ايه وان شاء الله تنال اعجابكم وارجو منكم ان تاخدوا لفه في جميع القنوات اللي موجوده تحت عشان خاطر تسمعوا مجموعه اراء قبل ما تاخدوا اي قرار لو انت مهتم بالشيء اللي انت بتشوفه في هذا الفيديو واخيرا اطفيها وارميها عبيها واديها